استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية، وذلك خلال اجتماع مع وزير الصحة. وخلال الاجتماع أكد مدبولي على توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية فضلا عن الخدمات التعليمية، وذلك بهدف رفع مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ثم العمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة.